يسعد مساكم صبايا شباب متابعين، اسفه لتاخيري، كنت باجازه بسوريا وجيت لمصر لاجدد الاقامه، والنت ضعيف جدا. الوصفه اذا مدتها 10 دقائق، صار لي يومين عم بحمل مقطع لوصفه كبه الرز، للاسف ما عم تتحمل. اذا المقطع صغير مدته 3 دقائق عم يتحمل، وراح اصور لكم مده 3 دقائق 4 دقائق ما بيتجاوز. اليوم بدنا نتعرض على استغلال المساحات الضيقه في ترتيب الغسيل. اذا اولادك اجوا الطوي المعتاد بهالشكل، اذا اجوا اولادك اخذوا بلوزه بتلاقي كل الاغراض تخرب الطوي تبعها، ولكن إذا مطبق بهالشكل شلون ما شلفتي، والولد وقت بياخد البلوزة ما رح يتخرب معك بكل سهولة، بترجعي البلوزة لمكانها. رح نشوف، يا ريت تركزوا شوي بهالشكل. هاي البلوزة نقسمها بالنص بهالشكل، إذا نص كم أو كم ما بتفرق معنا، نعملها بهالشكل، رح نطويها هيك، تمام؟ من هالطرف حسب مساحة السحابة عندك، 4 أصابع ولا شبر ولا 5 على كيفك، بهالشكل، تمام؟ بعدين منطوي بهالشكل ومنرد هالمسافة، بدها توازي هالمسافة كمان، ومنرد منطويها، وبعدين شوف شلون بدنا ندخلها لجوا بهالشكل، بندخلها لجوا هيك، شايفين؟ صارت مثل هاي منطبقة فوقها بهالشكل، شايفين ما أحلاها؟ كل البلوز نفس العرض، تعملوها حسب السحابة المتوفرة عندك. هاي بالنسبة للبلوز.